العزيز الأخضر بالريش، وشكرا للزملاء في الاستوديو التحليلي على هذه الرؤية الفنية. التحية لكم أيها الأحباب، معشر العشاق لكرة القدم الإسبانية، ها هنا نلتقي وإياكم في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا، ولقاء يجمع بين فريقي إسبانيول وبرشلونة هنا في ديربي برشلونة أو ديربي كاتالونيا. مباراة أبدا، ميسي قدم والتسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. في الجانب الآخر الوحيد الذي يقلب ويهزم الزحمة، تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، تصدي رائع 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 من حارس المرمى ديوغو لوبيز. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، ملعوبة الكرة من جانب مارك نافارو، والمحاولة نور والتقدم، والكرة مع البرشا حول منطقة الجزاء البينية وإلى حارس المرمى مباشرة. حاول يتمنى أن تمر أمانا على مرماه ميسي والتسديدة، ولكن الكرة في حائط. هنا محاولة لتسديدة والكرة مرت بعد ذلك، الكرة محاولة كان إلى ميسي، استلام وترويض والتسديدة بل المرور والتسديدة، وفي أحضان حارس المرمى ها قد بان وظهر ليونيل ميسي بتسديدة. ولكن يلعب الكرة لينيا والعرضية من جانب ميسي، وينك يا بيكا؟ حاول ولكن قرار دي بروغاس يبطل الهدف. يا بيكي قدم ميسي، ولكن الكرة نقلة كانت موجودة أمامنا مرت مباشرة، وهنا بالإعادة وأو سيرجي روبرتو، وقلنا الخطأ ممنوع والتسديدة، ومرت مباشرة، مرت خطيرة. تلعب الكرة باولينو، التسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. دائما وكثيرا من الأحيان تعجز الهجمات ويظهر لك في غمزة عين ميسي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وسهلة إلى حارس المرمى دييغو لوبيز. انطلاقة ومحاولة المرور داخل منطقة الجزاء، وضاعت يا دينيس سواريز في حسرة سواريز. تقدم في الأمام وميسي يلعب الكرة العرضية والرأسية، ولكن دفاعية من جانب المتعملق في مباراة اليوم والمتألق نالدو. شوط المباراة الأول قدم، يتقدم داخل منطقة الجزاء، وين المهارة؟ باحثا عن زميل، ولكن التقدم أمام أليكس فيدال والكرة داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء تأتي هنا أمامنا. ركلة جزاء بعد أن طال الانتظار وبعد أن يطالع المرمى، والتقدم في الأمام والتسديدة، ويا سلام يا دييغو لوبيز، يا سلام يا دييغو لوبيز. تنتفض الجماهير صراخا لتألق الحاضر أمامنا دييغو لوبيز في نفوس لاعبي إسبانيول. التصدي الرائع وهنا المحاولة، ولكن راية التسلل، تصدي لركلة الجزاء من جانب أمامنا والتمريرة للأمام، العرضية وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. قلنا يا جماعة هذا الفريق دب، وحكم المباراة قال ما في حاجة، تمريرة لويس سواريز وراية التسلل على لويس التي في الديربي. هنا المحاولة والتسديدة والتصدي من سالسين والتألق من سالسين، لقطة شوف الكرة ماشية وين؟ ماشية للسباق البينية بصورة جميلة، والعرضية وفي الجول، جول جول جول، يفعلها اسبانيول، يفعلها اسبانيول.